امبارح كان في امطار وطقس غير مستقر في المحافظات، وعشان كده تم رفع حاله الطوارئ وحاله الاستعداد القصوى في المحافظات عشان نواجه اي معوقات ويتشال اي تجمعات ميه للامطار عشان تسهل حركه المرور والشوارع تاني ترجع لطبيعتها. معانا على التليفون الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنميه المحليه والمتحدث باسم الوزاره، نتعرف منه على كافه التفاصيل ونعرف ايه اللي حصل امبارح. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم، صباح الخير على حضرتك وعلى اهلنا في المحافظات. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا استاذ احمد. صباح الخير يا استاذ منى. دكتور، يعني في الحقيقه احنا شايفين حاله من الطقس الغير مستقر، ويمكن كان معنا دلوقتي دكتوره منار غانم من هيئه الارصاد وقالت ان يعني ده على اغلب محافظات الجمهوريه تحديدا. الطقس السيء يعني او الموجه دي ضربت امبارح عدد من المحافظات وصحابها هطول امطار. عاوزين نعرف من حضرتك يعني اكثر المحافظات تاثرا بحاله الرياح والامطار. يعني خليني اقول لحضرتك زي ما ورد الينا من تقارير لمعالي الوزير من غرفه العمليات واداره الازمات بوزاره التنميه المحليه، واللي هي رابطه مع غرف الازمات والعمليات بالمحافظات المصريه مع الغرفه المركزيه برئاسه مجلس الوزراء. يعني اكثر المحافظات خلينا نقول انه القاهره والجيزه والقليوبيه والاسماعيليه تعرضت لامطار خفيفه، في مكان طبعا زي عين شمس ومصر القديمه والسيده زينب ووسط وغرب وعابدين وكذلك بولاق وباب الشعريه والمسكي. لما نروح برضو لاكثر المناطق كانت منطقه مدينه القارات الخيريه وحي شرق وحي غرب شبرا الخيمه، دي كانت بالقليوبيه. بالاضافه طبعا الى بعض الاحياء والمدن كان في الجيزه والاسماعيليه. الاكثر تاثرا كان على مستوى محافظات الاسكندريه وكفر الشيخ ودمياط والدقهليه ومطروح وبورسعيد والبحيره والغربيه، والزملاء في الوحدات المحليه مع الزملاء في شركات مياه الشرب والصرف الصحي اشتغلوا على رفع تجمعات المياه التراكمات. يعني الكلام ده منذ صباح امس حتى يعني منتصف الليل امس عندنا في المحافظات. وبصفة عامة هنلاقي استمرار غلق لميناء برج البرولوس بمحافظة كفر الشيخ وميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء، وده نظرا لارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح. وتم فتح ميناء السخنة وده الساعة 9 بالليل بعد تحسن الأحوال الجوية. برضو يعني كان في الطقس طبعا غير مستقر وهبوب رياح متفاوتة على أغلب المحافظات الساحلية، ده أدى إلى سقوط عدد 5 أعمدة إنارة على الطريق الساحلي الدولي ده في مدينة بير العبد بمحافظة شمال سيناء، ولم تؤثر على حركة سير الطريق وتم الإصلاح. وكذلك نفوق عدد 1 ماشية نتيجة صعق كهربائي وسقوط عدد 2 عمود كهرباء بمحافظة كفر الشيخ وتم الإصلاح. يمكن سقوط كمان شجرتين كافور في الإسماعيلية وحصل في رفع للشجر اللي موجود. يعني الجهود السريعة اللي بتتم من أجل إزالة التجمعات بتاعة مياه الأمطار أو الأضرار اللي حصلت بسبب سرعة الرياح، نقدر نقول إن امبارح كان في حركة سريعة عشان تسهل عودة المواطنين وحركة المرور في الشوارع بسهولة؟ بالفعل ده فندم قلتي، فعلا شجرتين على طريق الزقازيق الاسماعيليه الزراعي بمركز التل الكبير واخرى تبع نطاق حي ثالث في محافظه الاسماعيليه، وتم رفعهم من الطريق والاصلاح. كذلك الامر شبكه الاناره برضو تم الاصلاح. وخليني اقول لحضرتك كمان بالاضافه الى هذا وذاك، يعني امس بالليل الساعه 12 توقفت يعني الامطار ب محافظة اسكندرية وتم الانتهاء من رفع التراكمات في الشوارع الرئيسة. طبعا توقف الأمطار بمحافظة مطروح بعد وجود بعض الرياح. طبعا كل ده على مستوى المحافظات المصرية، اللي تم رفع التراكمات من الشوارع الرئيسة وجاري رفع التراكمات حتى فجر اليوم من الشوارع الفرحية. هل في طرق أغلقت تماما؟ وتم تحويل حل المرور منها مثلا؟ لا يا فندم. خلينا اقول لحضرتك انه لم يتم رصد اي معوقات سواء بالطرق او المرافق العامه بالمحافظات.
مع استمرار طبعا زي ما اكد معالي الوزير رفع درجه الاستعداد لجميع غرف العمليات على مستوى المحافظات. نعم. وكذلك تمركز المعدات وفقا للخطط اللي محطوطه من جانب الزملاء على مستوى المحافظات. طب دكتور خالد، لو عاوزين يعني حضرتك تحطنا في تفاصيل الخطط دي، ازاي بتستعد وزاره التنميه المحليه لحاله التاهب القصوى اللي بترفعها مع يعني تقلبات الطقس تحديدا، وزي بيكون في تنسيق ما بينكم وما بين محافظات الجمهوريه المختلفه يعني او المسؤولين هناك؟ احنا في شهر اغسطس من كل عام يا فندم في عمليه السيناريوهات لاستقبال موسم الامطار ومراجعه الجاهزيه الخاصه بالمعدات والسيارات واللي موجوده على مستوى المحافظات المصريه وخاصه المحافظات كمان الاكثر عرضه للامطار. القطه دي اسمها صقر وبيتم التعامل على بيتقسم محافظات الجمهوريه. نعم. الى مجموعات عمل وبيتم قطاع اداره الازمه والتفتيش عندنا بينزل يعمل السيناريوهات دي، يعني بيبقى في محاكاه او سيناريوهات بتنفذ على الارض خلال الفتره دي. بالظبط يا فندم بالظبط، وابتدينا شغالين عليها على مستوى المحافظات بحيث انه بيكون هناك درجه من الجاهزيه بتحدد بعد كمان خاصه المحافظات الساحليه واللي فيها اوقات زي قوه الكرم اللي احنا موجودين فيها منذ ثلاثه ايام في الاسكندريه دي. نعم. معتاده كل عام هذه النواه، وبالتالي هناك نقاط بتبقى ساخنه ممكن يكون فيها تجمعات للمياه بيتم التحوط ليها سواء في الخطه العاجله فيما يتعلق بالثلاث مشروعات اللي اتعملوا فيها الاسكندريه، باقي لسه المشروعات الاخرى هيتم تنفيذها ان شاء الله مع انتهاء شهر مارس بعد انتهاء موسم الامطار. يتم الفتح فيها بحيث يبقى في شبكه صرف مياه الامطار منفصله عن شبكه صرف الصحي اللي موجوده. طبعا كل دي نفذت في كم محافظه يا فندم؟ نعم يا فندم، عملية الفصل الخاصة بمياه الأمطار وشبكة الصرف الصحي دي اتنفذت في كم محافظة؟ دي موجودة في محافظة الإسكندرية دلوقتي في إطار الخطة العاجلة اللي هي طبعا موجودة في المدن الجديدة كلها يعني. لا شك طبعا دي في الهيئات العمرانية طبعا المدن الجديدة بيتم التخطيط ليها لأنها دي من المنبع، تخطيط من المنبع يعني. لكن على مستوى المحافظات القائمة طبعا لتحقيق الاستدامة للمحافظات دي فجاري ان شاء الله تطبيق الخطه الخاصه بيها ان شاء الله. دكتور خالد، انا عارفه ان انتم شغالين على التوازي، التعامل مع المواقف الطارئه اللي بتحصل والاحداث الطارئه اللي بتحصل، وفي نفس الوقت شغالين في الاصلاح وفي تكمله الصيانه في مختلف الاماكن بحيث ان احنا نبقى مكملين الاثنين مع بعض ان شاء الله. يمكن في فتره قريبه جدا ما يبقاش عندنا بعد كده حالات طوارئ لان نكون عملنا اصلاح وصيانه لاغلب الاماكن او ان لم يكن كلها. نقدر نقول ان احنا شغالين كمان في اصلاحات وفي تجديدات سواء في شبكه الصرف الصحي في اماكن اخرى، ولا احنا متوقفين اليومين دول؟ لا طبعا، العمل المستمر على مستوى محافظات الدوله المصريه لان دي خطه موجوده سواء للاحتلال او التجديد او لزياده الطاقه الاستيعابيه الخاصه بالوحدات، وده بيتم ما بين المحافظات والشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي بحيث هما بينفذوا على الارض لينا هذا الامر. وبالتالي لا، هو خطه العمل مستمره سنويا بحيث يبقى بنحافظ على دايما رفع كفاءه يعني المحطات الخاصه بينا سواء محطات الطرد او محطات او الخطة دي ثابتة ولا بتكون متغيرة يا فندم؟ يعني احنا بنبقى حاطين خطة مثلا لمدة سنة لمدة سنتين لمدة ثلاثة، ولا احنا بنلاقي مثلا عندنا مشكلة حصلت في مكان ما فبيتم التعديل وبيتم توجيه الفلوس الموجودة في المحافظة لتعديل المشكلة اللي حصلت؟ لا، هو احنا ماشيين على التوازي ان في خطة فعلا كما تعلمي حضرتك هناك بعض المدن الكبيره وخاصه الساحليه او المدن اللي عندنا في القاهره الكبرى نتيجه لفتره السنوات الماضيه للبناء العمراني على نفس، واحنا مدن قائمه على نفس شبكه الصرف، وبالتالي حضرتك نتيجه لزياده هذه الوحدات السكانيه وزياده عدد السكان حضرتك مما لا شك فيه بنكون عندنا خطه لزياده الطاقه الاستيعابيه ل
الشبكات الخاصه بالصرف الصحي او يمكن ده كان واحد من مشاكل العشوائيات اللي بيتم تداركها بقى في المجتمعات الجديده، يمكن بسبب البنى غير المرخص الناس بقت موجوده في اماكن وسببت ضغط على شبكات كتير سواء كانت كهرباء او صرف صحي او مياه. على كل شبكات الخدمات يا فندم اللي موجوده، وعشان كده دايما بيأكد سيادة الرئيس ان لابد ان يكون في خط فاصل ما بين ما تم وما يتم من بناء، وبالتالي كل البناء اللي عندنا دلوقتي اللي احنا شغالين عليه هو بناء مخطط، سواء كنا اللي هو احلال المناطق المخططه محل المناطق العشوائيه والانتهاء تماما من العشوائيات، او كذلك الامر فيما يتعلق بقرى حياه كريمه. خليني اقول لحضرتك احنا بنخطط ليها وبنحدد ليها ما هو مخطط وفقا ليه كوزارة التنميه المحليه بالتنسيق مع وزارات الدوله المصريه، وبينفذ لنا ده جهاز التعمير التابع لوزاره الاسكان والهيئه الهندسيه فيما يتعلق بقرى حياه كريمه. احنا داخلين على البنيه التحتيه ونفذنا عدد كبير من المشروعات في العام الاول من المرحله الثانيه لتطوير الريف المصري ومبادره سياده الرئيس حياه كريمه. وخليني اقول لحضرتك ان احنا شغالين مش صرف بس، صرف صحي ومياه شرب وغاز طبيعي وكهرباء. يعني بنتكلم على بنيه تحتيه كامله يا دكتور خالد. كامله متكامله. طيب خليني اسال حضرتك ايه يعني اكبر تحدي بتواجهه وزاره التنميه المحليه في هذه المرحله تحديدا؟ احنا لا احنا يعني وزاره التنميه المحليه وزاره خدمية بتقوم على 32 ملف، زي ما بيأكد معالي الوزير احنا مسؤولين عن المواطن المصري من اول ما يقوم من النوم لغاية لما يروح ينام تاني، فبالتالي كل خدمات بنقدمها للمواطن. عشان كده احنا شغالين على تدريب وتأهيل الكوادر البشريه اللي موجوده عندنا في وزاره التنميه المحليه بما يزيد عن 6000 فرصه تدريب لمنسوبي الوزاره، بالاضافه الى خطتنا في تجديد قيادات الاداره المحليه ويعني تعيين ورفع كمان وترقيه المتميزين عندنا. واكبر شاهد على ده الحركه اللي تمت من 12 يوم، ودي كانت احدث حركه بحيث انها ضخت دماء جديده حوالي 54 قياده من رؤساء المراكز والمدن والاحياء. كذلك احنا كمان ترقيه 67 قياده موجوده عندنا من صف ثاني وصف اول الى الدرجه الممتازه، كمان وصل الى سكرتير عموم مساعد وسكرتير عام من السيدات في الغربيه وسكرتير مساعدين في اسكندريه وفي اسوان وفي الاقصر وفي غيرها من المحافظات المصريه. احنا شغالين على الارض على التوازي في كل الملفات بحيث ان احنا المستهدف، خاصة ان احنا النهارده داخلين في التحول الرقمي وداخلين كمان في صحيح. يعني بتعملوا في سياقين، سواء كان سياق تنفيذي أو سياق إداري، فكرة رفع كفاءة الموظفين وأيضا رفع كفاءة البنية التحتية في كل أنحاء الجمهورية. كل الشكر ليك الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة.